هذه الحلقة متابعينا الأحبة نتحدث عن أرقام قياسية لأول مرة تسجل بالعراق. هذا النفق اللي موجودين بداخله اللي هو واحد من مشاريع مدينة المليون زائر، ثبتوا ياي، بطول 5 كيلومتر أطول نفق موجود بالعراق. هذا واحد من هذه الجهة، باب القبلة، ومن هذه الجهة شارع الشهداء بأكثر من تفرع. نهاية هذا النفق يودينا إلى الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، من هذه الجهة إلى حي الحسين. العمق أو تحت الأرض موجودين نحن على عمق 15 متر. هذا النفق راح يكون مزود بمنظومة تبريد فل فرش. خلوا الكاميرا تتجول وشوف كل هذا الإنجاز اللي موجود في كربلاء المقدسة. هذا حسين، واحنا نتجول ما سألناك انه نسبة الانجاز هسه وين وصلنا احنا؟ طبعا بعد ان اكملنا المرحلة الجزء الثاني من المشروع نقدر ننزل؟ بلي تفضلوا. تفضلوا. اللي هو مرحلة الهيكل الكونكريتي. بعد اكمال هاي المرحلة وصلنا الى المرحلة الثالثة والاخيرة هي مرحلة الانهاءات المعمارية. تعرفون راح تدخل مرمر ومرايا وكاشي كربلائي ومعرق وخشب صاج وهاي الترتيبات. طبعا هذني كلهن اللي هن قد يطلب لهن الوقت الاكبر. زين، بس انطيني نسبه هسه. نسبه الان يعني ما يقارب ال 55%. ما شاء الله استاذ حسين، المنجز 55، الباقي 45. انا كزار اسمع لي اسال، باي سنه راح يفتتح هذا؟ يرى النور هذا المشروع في عام 2025. يعني باقي 3 سنوات. باقي 3 سنوات يفتتح المشروع بالكامل. لكن ان شاء الله خلال السنه القادمه والسنتين القادمتين سوف تفتتح بعض اجزاء المشروع. اللي هي الاجزاء المهمه اللي قد الزائر دائما يطلبها، مثلا مقام التل الزينبي. مقام التل الزينبي يتوسط مشروع صحن العقيله زينب عليه السلام. وهذا المقام بمساحه 3000 متر مربع بعد ان كان 300 متر، يعني تم زيادة مساحته إلى 10 أضعاف لاستقبال الزائرين. كان فقط 300 متر يستقبل فقط الزائرات الكريمات، الزائر الكريم محروم من الدخول بسبب عدم وجود المساحة الكافية. ولكن بعد يعني مقام التل الزينبي شو يعني إن شاء الله خلال عام واحد سوف يتم افتتاحه بمساحة 10 أضعاف من المساحة السابقة بالضبط. وأيضا هنالك 600 وحدة صحية سوف يتم افتتاحها، والآن نحن في طور إعداد يعني كل الإنهاءات وكذلك ربط المجاري والماء والكهرباء إلى المشروع الكبير.